وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا بالرميسي. إلهي نسوه وحفر حسن قصل يك قصل السيو كو أوهينا كو أوهي سيو حامسي كو دنتين ألا الدلي كو النولين ألا النولي سيو. ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوين كيس وحكم إذا حديثك الصحيح يا إمام النسائي يا ابن حبان باي ورينا يعني. وأسألك الرضا بعد الغضاء. إلهي يوحن كويدي سنة يا رال لها هانشو إلا نكرال النغضة وحكستو قدر إيا قضاء ذاتك وقامسي ما يشير أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام قفخ مؤمنك وحدي بسو قادة لبتاسي نوعي دون طبها هات متشريد هالنغضة أما مد مسكحيد هالنغضة يعني قفك ابن آدم كان مرنا تشلك يا لباتك سوق الدال يا حنون يا وحلم إذا قلعه مرنا نفسيا بين لباته وقاده وورور يا والبهار يا ولاع يا قابور ما يا بقاء يا عبسي يا وحصل من مسكحة هان قلبي أهم يقف قابور ما لا بد من نكو مرنا عبو النبي قولي إلا يا إلهي بسيئاتي سكترتنا دينتها رنتي وحلو برطة للمعرفة ماها إن أقول لك رصدو سيدة ثقافات كلمة علوم تنكلم وحبرش اللي كردية ماها لكن وحلو برطة إن الدقنك هي السلوك هي قفك قابقون ولان إينا يوحك بدش عصري قاني نتشوقنا موقتي قاني نتشوقنا لبادو بضنبا عالم الإسلامي كترتا ملك أصطاد يكتبا وحن مركا وحكت المام دونا هل حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كم إذا حديثك كان وإمام مسلم بروايات صحابك لقدي سنة وقصوة صاري في صحيحه وكم إذا العباس بن عبد المطلب نبي محمد ذيكي عليه الصلاة والسلام يوح لي وحا مغلي نبي عليه الصلاة والسلام وله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وحن مغلقوا للنبي عليه الصلاة والسلام وله وحد دمي إيمانك ردن كيس وحا هلي من رضي بالله ربا عدا الله ربي نمر رالي وغنقطة إسلام نمدن الدين رالي وغنقطة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام من الرسول نمو رالي وغنوضة حديث كاسي صحيح مسلم كوكويا الله وحكولا صحيح مسلم كوكويا الله يسقو ورين أيو سعد بن أبي وقاص نبي محمد أبتقي عليه الصلاة والسلام أوله وحن مغلي نبي عليه الصلاة والسلام أوله من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبه نبي قول عليه الصلاة والسلام قفك مركم مؤذن كواذم أيها الشهادة مريا مقلة إسناء الشهادة طويلة هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله دبتنا الراعيين إلى هذا رضيت بالله ربا إلهي بان رب النمر رالي وغنقضي محمد بان رسالة الرالي وغنقضي إسلام نمن الدين بان رالي وغنقضي إلى هذا نبي حديث كالنوح كلي غفر له ذنبه غفر له وحلو دافا كان وحيد ذنبي يولها أبي سعيد الخدري صحابي يراي لورنشري حديث السنة ورنا يوصوص هاريسغنا إمام مسلم في صحيحه أيا وحليه وحن مغلي نبي عليه الصلاة والسلام وله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة نبي قول عليه الصلاة والسلام عدا ألا الرب نمر لي وغنقطة إسلام نمدن الدين نمر لي وغنقطة محمد عليه الصلاة والسلام رسول لمرة لغة النغضة وجبت له الجنة جنة أيها كواجبي
مركاسان يا بيقول يا سعيد أبي سعيد الخدري يا وحنقول أعدها علي يا رسول الله إلهي الرسول كسيو بلي يقول علي نبي قوي يقول علي يقول عليه الصلاة والسلام مركلا أيوة يقول علي حديث كاسيو أنت كرد رسقنا إمام مسلم بصو صار إمام الطبراني بسناد حسن شيخ الألباني وحسن قلت الإمام أيوه سنو حصوص على السحابي قال هذا المنيدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابة دي أفريقا قشي كم دها يوح ليوحى مغلي نبي عليه الصلاة والسلام عليه من قال إذا أصبح قفك يلا هذا مرك واغو أبريو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة نبي قال عليه الصلاة والسلام ورد عنك إلى هذا الصبح مرك وابرستو أنا كفيل أبو نبي قال أنا الزعيم وقعنت أيام قبنيا إلى أن جندك قال أبو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث شناد باكرة صحابي الثوبان لورنشري ورين أيه إمام أحمد يترمذي أبو داود النسائي في الكبرى ابن ماجه باي صوصارين العلامة ابن حجر رحمة الله عليه ولي سنات كي سوى قوي شيخ الأرناط ونينو الصحيح لغير يكوت المام أيه إن كستوي ساق الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقبطي ولي وضعيف ولا ذاك لكن ويحوكين أيه حديث كاسي سنو حوت المام أيه ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا مجرقف مسلمة وقلبتي يصبح بيلا هذا صدح جير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان على الله حق إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى أوح واجب إسكاقية علي مالنت قيامة إن الرالي قلي شنت حديثة إن تلمام صدح صحيح مسلم قطال منا الطبراني منا الصنمك ترمذي أبي داود ابن ماجه هي النسائي في الكبرى هي إمام أحمد ولبا شنت صحيح حديث من نبي وحكوش عليه الصلاة والسلام شنت بإسكوار قرية تلمامية من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول أفر باله مدنا وبمحمد النبي أبو لي وسلم عليه شنت هسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقى سورين أيه وحاو النبي كسف يعد الرالي وغن نقطة أرنك هالصداسي إنه إيمان كددا كيس الددمي يدبطا وصدا وحوا لباو ددن ليه أي إيمان كددن ليه هذا ددن كويده معنى هذه وحويانا أذيقى آلة الطعم كاهنت فلا سكرت ومعان لكن مركة حانو سنة سادات سكر ردميسو وحلقى يبيني قدعب كور ردنتو ما هين سكرت وحسك بدلين أذيقى وحسك كابدلين هذا آلة الطعم كاهنت هاي قلدنت هاي إيمانك هذا ددن كيس معان ددن من كري ويدو ما هين أنو إيمانك ددن معان لهين هوا له بيي ددن معان بولي هذه آلة الطعم كاقل دنت نبي قول حكو لي ددن بولي وحكو الله شيئا إن دن بقاق الله دافي وحكو الله شيئا نبي عليه الصلاة والسلام إن جنة كو واجبيس وحكو الله شيئا إن نبي محمد كفيل كوية هيو الجنة ذا إنتو قعنتك وقبتك وقيني وحكو الله شيئا إن إلهي واجب اسكقردي غي إنو ما نتقيامك الرالي قليو شنت مسألة با وداير إقوام بيكو حرام طيبا ليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا شنت مسألة إيا لقررت بيه معنى كتيرا محويه وحي نوفير صنع مركا أبهان إني نوفير صنع وراها كان محوم عن هودي من رضي باليه عيد الرالي كان مغطى الرضا هاي علماء دو إلى هذا يفرغ القلب لله رالي هانشيو قلبي قو أمري يا الله سبحانه وتعالى وقفك إلهي قلبي جيسا والرالي النبي قليه إن الرالي كن نقضين إلهي ربي جيه محمد الرسول كيه عليه الصلاة والسلام
اسلامك ينو الدين تيسي هي قف قرال لكل نغضة إلهي با قلبي سكبو حيبي علماء دويدادان غنى وأمنا وقناعة أي رب سبحانه وتعالى كبو حيه قف قرال لنقوم وايه عديد يا عرق دريمة يا ورور كان قلبي سوح كبو حسما بي علماء دويدادان هم يا غم يا حزن يا كسف البال يا سوء الحال يا سوء الظن بالله أي كبو حسما إلهي من رب إن مرة لوغ أهم حيت الرب في اللغة هو السيد المالك وعد الدنيا تنهنطة له إما مشى حويا وحن قري ما ملك إلهي دنيا إن رب ما مله قضاء يقدر كيسونو كدعو وحانو السيب الدوني لنين أنا كدعين وحو الدوني أكليين كي مادان قفتنا وحو قرية ما ملك الربي إنو هوس جوغو إلهي ما ملكي سنين الرالك يهي وركن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر قفك مؤمن كي تعرم إياه نلش بمعنفته ولذلك ما قرآن كهداد يكته دعاء وقبضنا قصة أرورتي كلمة الرب ويا ربنا أتنا في الدنيا حسنة ربنا 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 قرآن كالدعاء وقبضنا قصة أرورتي وحويا قف مؤمنا وإلهي الصغير رب النمضة الربوبية لله سبحانه وتعالى ويا إذا كان على تابع الله هذا مسألة العبادة والألوهية إذا كان على تابع قد قرط مسألة تابع كان على تابع هدو قرال كاغو مدل نبي هنا نبع عبد الدين مركة معنى ذو حويا قف كمؤمن كوح الرميسين إنه إلهي حكيم يهي وعليم يهي والدنيا يوحى كان عيونا ولا صعده isagu doonay ma waxan sidan u dhacaan dabtana wuxu raali ku yahay wax kasto oo dhaca arida wa taslim ayakti sataala wuxu qofka muuminka rumeyay weeyaa dunidan rabbi geela hayno isagu ku tasarrufayo cid kale oo kula tasarrufta inaanay jirin la dawlad xog badan wala gaalo wala cid ka sokeysa cid kula tasarrufta inaanay jirin wa anna ila rabbika almuntaha وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا بالرميسين إلهي نسوه وحفر حسن قسل يكو قسل سيو كو أوين كو أوه سيو حامسي كو دنتين ألا دلي كو النولين ألا النولي سيو ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوين كيس وحكم دا حديثك الصحيح يا إمام النسائي يا ابن حبان باي ورين أيان وأسألك الرضا بعد الغضاء إلهي يوحن كويدي سنة يرال لأهان شو إن كرال للنغضة وحكستو قدر إيه قضاء ذاتك وقامسي وكحديثك كلام مسلم ورنا يا سهيب صحابي الله إلا دعو نبي كورني وحولي وحا نبي عليه الصلاة والسلام با وحولي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير أنت مؤمن كي وياب النبي عليه الصلاة والسلام وهو عجيبة ويا أرك مؤمن كي دم أنت وخير وام حي وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن بنبي عليه الصلاة والسلام أرنك نعتك لنا ومصقنا مؤمن كمو يعني وايو مؤمن كوح الرب سيد ندن رب جلها وما مله هدي خيره حلاله وما هد عليه سراء بدارة إيه برواقة إيه نبض إيه عافمات هدو إسلاحه له إلهي بو مهد نقاه دبتنا وخير بوك هلا هدي الضراء لبي أي كن دعوة عافمات ضرر فغر نبض لا مشكلة بقى بسطي صبر واجتهد وصبرا سيقول دادالة يوحي لفري الله إيمان أيا أياني ورور كهينين يا حنون يا عراء إيه قلق أري كهيني stress kuma hayso kaasna marku sabrana fa kana khayran lahu nabuna khayr bayut tamana hadu hawaya qafka mu'min kahi sidu nabu shagay alayhi salatu wassalam hadith ka kale imam muslim warinayo abi sa'id ya abu hurayra ba yusawriyan ma yusibu almu'mina min wasab wala nasab wala saqam wala hazan hatta alhamma yuhammuhu إلا كفر به من سيئاته
ما تشربوا نبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كوحدي بسوء قادة لبتاسي نوعي دون طبهاهات ما تشريد ها النقطة أما مد مسكحيات ها النقطة إحنا قفك بني آدم كان مرنا تشرك يا لباتك سوء قادة دال يا حنون يا وحلا مدى قدعة مرنا نفسيا بي لباته وقادة وورور يا والبهار يا ولاع أيها قوة بورما إيا بقاء إيا عبس إيا وها صعدة من مسكحة هان قلبي أهان بيقف قوة بورما لبضا مدنكو مرد عبو النبي قولي إلا إيا إلهي بسيئات سكو ترتنا تن معنى هذو حوية قفك مؤمن كي وحو الرميسين الدون كان وحي كدعية إنو إلهي أبي معنى هذو حي تهي إلهي إنو وحك استقر دعية طال عني لكن إنك مبالينا يتحامي أولي نتجابني إلهي دكا قوة أتشعلابا للاي أنبياء الذين القرآن قصيد الشيخي أنبياء نوى ضدك قوة ربي وجعلها أي ألا الله إلهي وأود كري إن أنبياء دي صلى الله عليه لكن ضدك الله يتحامل لإيدي إلهي سبحانه وتعالى وحسكت الماما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أقوب ربي أولي عليني كمان عضه عريان لله وأجيهي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا ربي غافل ماها لكن إنك علينا يتحامي إذا قفك مؤمن كاي مركا ليلي يوردن هدو الصبح كنا واقع الصبح مكو توصه حين أصبح أيوح لي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وحويا إلهي يوم أمر كاغر رالي كاهي دوني دانا دي قاعد تادو كتشرتا سيدا دو ما أمر يسار ربا وأقلهي أداني سكو يديبي أداني سكو يديبي قفك مؤمن كاهي قد يدو إنا امتحان تيبان دين شرحي لما قصة أن شرحه تكو إنت بدن أمثلة دي وحكو فهمها قضاياك التجريد كعقلي هذا تكو حوق وما فهمه لكن اكسامبلسك نعس يا فريد يا مد عقل بدني يا مد عقل يرد تقول لهم هو فهمها تصالحها لبق قصة كم من القصص كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة وحلى هذا الاسراء والمعراج نبي محمد عليه الصلاه والسلام الهي بعد الميي وحلى قد الميي مكه دبتنا سلاها بين كي با وحلى قيم حي بيت المقدس سلها بيني ما جبا إلى هي بيت المقدس كقاضي وحلق جاي السماوات كسرة سلها بين كيبا إلى هي سوء عليي وبيت المقدس لكان كدي بسلها بيني ما جي أي مكيم مصافة أنت عليك هبين قرب بده بوشرة إلى هي القرآن كوا حكت الماما يا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وحكم كهوفا ربي قد إلميي قدوديي هبين قريسيي أدون كيسي محمد عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام ككحيي مسجد الأقصى جي محال الله إيا لي صدقا إلهي وحلي لنريه من آياتنا إن أنه آيات كيدي قدرة يدا وحكت سنبا ربي لي سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير رب سبحانه وتعالى وحكره كتل ماما يا معراج هنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لبدا نقص وحلو التعليل يلا تلمامي إلهي آيات سوى ويبا لتسيبا لمعراجي إسراقنا لنريه من آياتنا أبا إلهي حلقة كان يوحر دعي حل النبي محمد سئاد وآدق على دولة نغانتي مكة لغود بي طائف مركز تقايل الله صور بي نلوش اللغوات كي يوحر على دولة آدق بطي ددك عدي وحكر بي سي أما قبيلها كغربان وآديرك هنغضاء بطالبها أما حاسكي سي نفي مال بلق عبسطي خديجة رضي الله عنها هاتو أي قيريوتي صحابة سيئة هجرودين
أي إلهي سبحانه وتعالى نبي قال للتسلية وللتخفيف نرش إن الله فضيديه لا تسيه وحكنين وامتحان هي لكن إلهي كبدني وأودا لمري قصة كلا نبي محمد لمري عليه الصلاة والسلام وهجرتي نبي محمد وحل فري قال أتشطي إن الدلام بيدوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت قف بنا آدم من ددالك رب الددال وقت آن لفلين بوماشك بحي راحلة وسيد ديار صدي بمال ودرتي وحلا فولة نين قالت بلو سيد دي بي وسيد الدليل ونقضة نلمرية ونقضة قد بي قالين مال بورة وقد كيال بي قالين سيأي وراترتان راعدة دي مركي نقطين تي قد كتيرين ورر كالو كين ايه أخيرا وهجرو دي عربي وحي سكود دي دين لديلو مدح لي سقف كي حيا او ميتا قريا نول المدن كو كينا قلع اسحس انو ليه هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سحارها عربيت وشب غلا كيلومتر ايو انت هسو ما المود لغيني لبدا قصة محان سوبر بردقية لبدا قصة مدو حينو لان للتشريف والتصلية بيها شرفت الهي وشرف يا نبي جيس مقام كريان بشر كبقارين يا ملائك تبلغبت سيي ما موسى لا ما موسى يا بيهي إلى هي آياتي سواوين الله بريا لا تصيني مدينة وحي هي تشريع للأمة شرع اللو جدين يا أمد يا قابك للربين يا أمد يا سيدة يسوع إلى علينيا إلى هي وودي كري نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة أنت الله قال لفته إن مدينة ونغطورة إلى الميل كفك بها بين قرى الغطورة حتى بلو توري واي ما هجرة كده جاي وحن دفت بدن له وحن أردر مشكلة ده ونبي مري عليه الصلاة والسلام ما أون ينا إنت لقى قادم مكة حف لقى سيونا مدينة لا نحدقه وانتهى الأمر قال أنا ما صهر عطستين عيدنا ما ضي ضيدين لبنا مولا كل مين ويميل كفق با إلهي جاي إلهي وحو الربعين ينوش يا أبو أدون كان إنو يساقو مامولو وحو البنا إنو أوضو سيدو دونانا ومامولو لكن إنك إن رب لي مدى إيمانكم بان دين اختبارية أنت إن رميسنتي أنت طاعديتي أنت جيت كيغا مريسان بان دين تحامية إذن طريقة مرة بالد ومن باب التكليف والتكليف إنك اللي نوكلف أيه نبي الله موسى أي إلهي سبحانه وتعالى كله وما تلك بيمينك يا موسى وحنا أدعانتك وهي ستوامحي وحلواء الشيدي وأن حولها قرر عدد لك لنا ولوكلها موسى المام وحلا يدو الشطور وشي بابا هل نغطي عراريا هبقنا قبابا ليني قعنت هذا هل كان قلي هو قلي سو صار بل يدو عضاطي آيات واوين با إلهي تسي لنريك من آياتنا الكبرى با إلهي كيولي وحرمنا إن آيات كي واوين أنو كتسنو آيات كامركي موسى الله تسي بكدب وحلا أكبر طاغية في العالم انت أدو تكتب وعدي وطاغي بشر كورنم كويدا أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري بل إما ده حديثة ملئي يا أيها الملأ ملئي أكتيس الشوقي وما ده حواوي أنت ما هشعبك أو زردي يا أنت كلوي أيو كلا ما علمت لكم من إله غيري إله أنا نجا هاي الدين قرن ما هي نك سيدا وكبريبا موسى وحباه يسن ليلة أرض أوتك وعد موسى وحول إله ونك وكعب صريا بري هرنا غير هدا نعتك دلي إلهي وحكوه لي سبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أحبها أبصنين با إلهي أني معي إن أهبى ربك يلي وانا مقليا وانا أركيا با إلهي لسعود هل مسألة إذنك الله إذنك الربها أو وامحي ولا تنيا في ذكري با إلهي أنقون حسك إيها إلا بنا أنقون نضي حصوصتان أو حسطان انتهى إلا من بالليل لكن فرعون يحوق يسي وحكاً اللوبة رب إليه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحنا وقت الماما قال إسكعليه كم بالليل إلهي وحوله ولو يشاء الله لانتصر منهم إلهي هدو الدنيا وكبه ليسن لها إذن ينظر المبا هذا قال إلهي هدو الربين ودولك اللقو يمرنا بورنا ويمرنا لها سعيك أما ولو يشاء الله لانتصر منهم هذا سيوي حجران ولكن ليبلو بعضكم ببعض بينهي ربي وحو دوني إنو سكيني تحامه إنو إذن إيغا إذنكو
انت الراعي سروحي اللي يدون كنت رجلا انت الرب يدين رميسنتي انت كوكل سولتي انت مبادي دي سر رميسين انت حقيقتين سروحي اللي يدين فريا اوامر يا نواهية. اذا قفك مؤمن كيدا رضيت بالله ربا وقاعدة كاملة والدين دن سأل هذا اللي بعدنا وحويا وبالإسلام دينا ومسأل هذا من حالي وحكاية المهمين يعني إن الله مرها الدين ربي قعنت أكو هايو أديك واجبك أكو صارني محوية واجبك أكو صارني وحويا نلشا وحي كوكو باقمة إن تسسح أو جواب تدو أديك الجواب بقى لغا سوغيا تكليف بقى لغو صاري وحايا وحا السماي بقى لغولي وحايا وحا نها السماي سيدا أو نقر سيدي بقى ديك لغا سوغيا هذا اللي بيكو قلت ما دو ما صبر يسان سي صبر ميسي هذا نمعي براريها شو ما مهد علين يسان سي مهد علين ميسي هذا ورقاء امتحان كوب حي جوابته كو قرسال ويديني جوابته هل بدون بالغوري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بين إلهين واركوا إيمانك لقاها هلا يوم إلهي يا رسولك وحبحك له رمارنا وحك استمرك أتستلاه ذا بلا وحك تلاه ذا إلهي محرى لكي حدوني مسألة ذا ربي جاي محك الرباه مركز مسألة ذا وقال توحى ربي جاي كهربه فلي وحبها كله رمر بادي قال ويل إلهي كرد ورصه أقونا السميع العليم نوية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وممنوع إذا وحلينا وبالإسلام دينا معنى هذا حويا أدو امتحان ككاهريمي نوع الدونة بها النغضة محاك جواب سه وراك إلهي وحينا قلت المامية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلهي حلاي بضنا انت النبي قاتل معه ربيون كثير معي سائل الله قال قالين كو الرب اللي نسبة يوت ربضا ضد بضنا الراعي أما قراضك هلوحة المامسة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير بدنا انت نبي سجد كوح بدنا الله سعوته وحلا قال لا يا ملدي إلهي وحلي سبحانه وتعالى مع كل ذلك وحارب صومري فما وهنوا لما أصابهم بإلهي ميلي ذنن وحي إلهي درتي وقل عيني نيتشبكم من ردن ميلي ذنن وما ضعفوا ميلي ذن مني ضعف نكو مدعين مد قلبي يمد مادي من نبك مدعي وما استكانوا با إلهي لي اسمنا إليه يعني وهنك مدعين من يتشبين ضعفك مدعين ما يليدن استكان اسليبك مدعين ما يذلوبين إلهي سبحانه وتعالى وحلي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وركوض وحك لما هين مركي اللي بكل عضو وحي وركي يعني أنا إلهي كقر درين إنا يلبتو يقع حق وذكتني إذا وحى صور لي بقول دعي وكأي من نبي قتل معه الليلي إلى يوحي سبحانه وتعالى هدنا وركو ذوحوها إلى هاي الدم بقايا غناف إي حد قدو بقايا مشاكل كوانا قمبو نقيمة أنا قا تقصير خلاني أنا قا قابلنا يوحينا لو قبهنا أنوض الصميني يو ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين اسلام نمدو مركا وبلارنت لكن انا قف والبا ان با صار اسلام هو شيء بنادم قدر الله تعالى هر كستا اجوكتنا اسلام كان با كا صار ادو ما دورتي هر كا مركا لا جوغا لكن وحا كو صار ان الجواب تكون بحسب بالقدر بالقدره والاستطاعه بك حرمت مثلا النبي محمد عليه الصلاه والسلام isagoo jooga hortiisa saxaabadiisa lagu tumay awoodiisu intaas ay ahayd markaa ma ku joogay ku rumayeyba hortiisa lagu torture gareeynaayay bilal hortiisa lagu cadaabayay waa arkay wara ali yasir qoys dhan ayaa sidii loo cadaabay odagii islaantii ba dhinteen tacdiibkay ku dhinteen wiilkii camar
dhibtu markay ka tiro badan tahay ayay waxay quraysha ka rabtay uu yiri nabi maxamed wax ka sheeg waxbu ka sheega dabeetana isagoo oo ayuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo markii cadaabkii iyo torturkii iga tiro batay ayaa la yidhi nabi maxamed wax ka sheega waxbaa ka sheega maxaan sameeya nabigu wuxuu yihi hadday kugu celiyaan ku noqaadna haddaad intaa ku badbaadaysa samee sabran ala yaasir buu lahaa faina mawcidukum aljanna waxba uma qaban karayn hortiisaa lagu tumayay islaamka marka intaasaa waajib kaga ahay markuu difaaci karayna wuu difaacayay wuu dagaalamaya waxbu iska dhicinayay waajibka adiga ku saarane islaamka oo dhan waajib kaama saara waxaa kaa saaran biqadri alistitaacati waalqudra intaad markaa awoodo laa yukalif allahu nafsa ilaa wuscaha nafna laa yukalif allahu nafsa ilaa maa aataaha waxaa alle ku siiyey ee awood iyo xoog iyo dhaqaale iyo caqliya adiga intaa unbaa lagaa rabaa jawaabteedii ma bixisa xaalad kastaa ku noosha walidalik ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahay وبمحمدٍ رسولا أو نبيا نبي محمد نينة رسول لمرة قال وغن نغطة معنى هي دوام حي نبي محمد وين قدوة كون نغضة وحط رميسين إله الرسول كسي إرقى قال لك وصادري ثانيا وحط رميس وحك استقاد إلهي كو عابد سينات صغى وغضن بيس سيدي وسميات وسميس من فضل الله ورحمته وحكمده نلاش وحقف بن آدم مرا أردن بو نبي محمد مري عليه الصلاة والسلام نبي محمد وحن الله يسأل الله حق بدي وحن الله يسأل إن يرو أوضها استه ومرة وحشبي مرة لحشبيني وحن الله يسأل حق بطي ويسكب عيي وجوش هلاي وحن الله يسأل ومدة وتليي وحن الله يسأل عيد بلا صعني إكلجيه wuxuu noolaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo baahan isagoo laba bilood oo isku xigtay gurigiisa dab laga shidin isagoo inta gaajo gurigiisa ka soo saartay raggii ugu dhadhawaa kuwii ugu waaweynaayo iyana gaajo soo saartay la kulmay war duhur gurigiisa ka baxay isagoo dabadda iska maraya abibakar ku soo baxay abibakar buu yihi war maxaa gurigii waqtiga kaa soo saaray abibakar wuxuu yihi gaajo ay soo bixisay ilaahay rasuulkii siiyo nabigu wuxuu yihi anna gaajo ay soo bixisay cumar bay haddana la kulmeen cumar baa la yidhi war maxaa gurigii waqtiga kaa soo saaray wuxuu ilaahi rasuulkiisi iyo gaajay soo bixisay annana gaajaana soo bixisay baa leeyay axadu saxaaba baa arkay markaasi saddexdoodiiba u yeedhay neef yar u qalay markay intii cuneenna wuxuu nabigu yidhi la tus'alunna yowmaidan can innaciim aakhira waa laydin weydiin doonaa waxaanoo nimcaa nabi maxamed wuxuu noolaa baahidu intay ka badatay ghaswatu alaxzaab iyo markay dhacayeen ay saxaabadu baahday inuu saxaabo u yimaado oo idhaha ilaahi rasuulkiisiiyo bal waxa baahina haysataara intuu marada beerka ka qaaday buu wuxuu nebi maxamed tusay isagoo dhagax xaloosha ku xidhan nebiguna calayhi salaatu wasalaam maraduu beerka qaaday xadiis saxiix muslim ku yaalaaban rajaynaya nebiguna maraduu beerka ka qaaday markaasu wuxuu tusay saxaabiga kani hal dhagax u xidhan yahay isagoo nebigu laba xidhan laba dhagax beerka kusoo toosistay nebigu wuxuu noolaa isagoo hantii helay oo intuu gaaladii iska dhiciyey xoolo tiro badan helay oo intay u yimaadeen uu mid siiyey laba buurood adhi dhexdiisa daaqaya markaasuu tolkii intuu kula noqday buu yihi nebi maxamed wuxuu waxuu bixinayaa cataa man laa yakhsha alfaqra buu yihi midaan weligiiba faqri ka baqaynin siduu wuxuu bixiyo wuxuu bixinayaa waxa loo doonto kuwii gaaleede hadda soo islaamay ghaswatu xunayn markay dhacday uu xoolaha heleen kuwii hadda soo islaamay ayuu boqol boqol geela siiyey markaasaa mid gabya ayuu kontan siiyey gaabay buu tiri uu leeyay ilaahay rasuulkiisiiyo hebelkaad intaa siisay aabihii aabbahay kama fiicnay anna isagu igama fiicna ahay hoos marinin maanta waa la liidaya haddaad hoos marisay markaasuu nebigu isna boqol siiyey waxaan uga jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa bini aadam uu maro rajay buu noqday oo agoon buu noqday oo qof aan waxba haysan buu noqday oo gabadhii u taajirsanayd meeshuu guursaday oo xooluu helay oo wuu badhaaday oo haddana waa la dagaalayay oo waa colaad buu galay oo waa ka lumeen wax waliba nolosha bini aadamku maro oo dhan baa ilaahay mariyey bale nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa malag u soo diray dabeetana waxaa la yidhi su-aal soo weydiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma waxaad rabtaa inaad noqoto dheh boqor rasuula mise cabdan rasuula kee baad rabtaa malakul jibriil baa tala bixin nebiga siiyey calayhi salaatu wasalaam tawaadic lirabbik buu ku yidhi rabbigaa isu dhul dhig
دبيتنا النبي وحول عليه الصلاة والسلام محن رواينا النقضة عبدا رسولا إلهي وحول عليه هداد ربطه بقر رسول الله سيدي داود يا سليمان يا بقر رايا هاي حول إيه وحول بهايستا سلامة كانت دولة سلام يا مامورة كاسو كلا دونيسا مساء الدون إله أيها النلشة للقدمة ورسول بات ربطها وحود دورتين نقضى عبدا رسولا إذا مركا هذا محمد بان رسول نما وقال هذا معنى يدو حويا نلشة ودنب النبي محمد كجوابي وحي وكجوابي بان راعية هذا مدحن نما ونقطة وحو النبي محمد مدحن مدك كجوابان راعية هذا ما لغو ضعيف هي وحو كجوابان راعية نلشة ودن سيدو النبي محمد كجوابان راعية ولذلك أيها الإخوة وأدنينا أنا فضودين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أنا أنا فضودين وحلا نوا سؤالها وجوه الرئي آخر الجويدين دونه الأسئلة الحرجة قبر جنا سؤال الإسكويدين يا إلهي مركا طرتك تنا سؤالك للإسكويدين يا حديث النبي قلت المامس نبي وحنا نوش هذي حديث كي البراء بن عازب غير كيبه ورني أنا إمام التلمذي غير كيبه صاصاري وحنا نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام قفكم مرق حباش اللجيو الضدك أي النقضان كبه الضدك سقده ده سيم مقليسه أي واحد لجوك يعني يلا ما ملقبا إيمانية ومقال كود وأرجح بدني وكأرجح قلينية سؤالك هو بام بيكوي دينية سؤالها جوابته ده هدات كجوليسته ما أنت وحكي كده بيوت جوليسن دونتا هدات سؤالها جوابته ده كجوليسن ويدينه هو جمرك سقوط بلادنايا. سؤال هو سؤال معروف أي مخلا جرنايا. لكن إنسانكو إنه وحكي جوابه وحكي حرمت حالة نفسي جو كتشره. أرضي جاي امتحانك سكول كام جامعة دمكو قال هضوب بق بقه وحبا ما قرته. بحيو هيود ما وخلا ياع. هذا عمرك لقى بحام بيدا الله وريه مسألة أنا عينكم به وحسن قري. markii hore muxuu xasuusan kari way uu baqay bayna haduu baqo waxba kama jawaab karo weeraha kana inay weydiinay waa weeraha dalaynoo si sheegay waa imtixaan muqaddama jawaabtu arday ka warra jaamacad ama iskuulka hadii la yiraahdo saddexdan su'aalood baa lagu weydiinayaa waa kana qaado hadhow markaa imtixaanka timaadoon ha saaqidin haddaad haddana saaqidda ka war inanka dhashay haddaad inta imtixaanka u keento ilaa saddexdan baa lagu weydiinayaa oo berrita intuu ku yimaaday yiraahdo waan saaqida waxba waan garan waayo أنا أنا نصدق النيمة وشيء إنسان نعسى وحبا قرمين نعسى نما وحي كل أنتي عيدة إن سد هدي سؤاله ده هذا هيسه حد وقرم وهاي سهدنا سد هدي سؤاله ده هذا يمهينا وكون عن شيء غي هذا نهدا هذا دوك جواب كرو هذا مشكلة وحل جويدين يا محي من ربك وما دينك وما نبيك وهذه الأسئلة الثلاثة يا رب قوها مركا دوني دا شوكتي دون منافقي اما قالي ها اه لا ادري بورانيا حبقر الماي مؤمن كربتها هدو يهين الهي بسوغ يو وحورانيا الله ربك يا وهي مركو ادونك شوكي بو تاغنا رضيت بالله ربا وهي نبقاها مركا كانوا حباشا تقام مركا الله ربي بو تاغي وحالا لي دين تهدي ستام حيه مركا سوح لي دين الإسلام دين تهدوا إسلام نمو ويا مركو دوني دا تشوغي أيو رميسنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحالا ويدين دون النبي قاوة حكومة حورم دون محمد عليه الصلاة والسلام ما لن تنيا صبمية إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا إلهي كوي إيمانك لقاه لا إيمانك نبقى أها إيمانك سكو عمل فلا يسمين يوحى وشيغي كو أصبر ربي سبحانه وتعالى ربا صغية بالقول الثابت هي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله با إلهك الصغية في الدنيا وفي الآخرة أدونك إلهي با الصغير أدونك الله با امتحان باكرة إما الشبهات إلي كوي ما دام شبهات كوا وحن عقيدة غفك كقنعة
وفلسفات كان بني آدم كتر هذا بدن لا قال لماذا لا عين كان لغو آخرية كشك الجلية إلهي سبحانه وتعالى شبهاتك وحقول السجوا دل علمية بالك جبحة إلهي حلي قفك مؤمن كهدي شبهاتك كهري ما دان إلهي وسجا يوافقنا يحقوحي شهوات النفس نقفك ويل مية هو كوا أبو رن الشهوات ربضن حول تعيل بكوا أبو رن دمر تعيل بكوا أبو رك تعيل بكوا أبو قفك بني آدم كباهية ربضن بين إلهي كوا لكن باهية هاس إن حدودك كتر الله من بين إلهي كوا فتشنيا إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة علماء واحد هذا آخر هذا للشيخية إما آخر لحظة إن يتي مركا النفط كاسي بحيث الشيطان وحيس كدية آخر الأمر إنه تتك كات الله بيه إن مركا الله كسبا التوحيد كل ما نبي محمد عليه عدة التوحيد النبا كل ما تاين الجنة جلس إيه أول أسئلة الودين الله كسبا مركا الودقة حباشة بنادم كوكاد دريرو إلا بدا ملكوي مادات إن إلي هاي كسبا أما عدة أنا إيمان كاسي أول السنين مركا هريان السجنين كوى إلهي وحليه سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين كوى مركو هربا إلهي دفري إيمانك الديدة ظلم قسمي ظلم وحوين إن الشركة لظلم عظيم قال لماذا ظلم إلهي حق السيبا ظلم عدالتنا وحوين إلهي حقوق دي سات سخته ما أنت بن آدم قد دوني دي وهل إلهي حق دمرك حق الرقة حق حيوانك حق اللبضة السخوة حق عينك حقوق ده. أكبر حق لقولين ويلابين إلهي حق يسوه الرأي فشك إلهي حقوق دي سيبو السجواي من هسوي حقوق هضي حقوق كهوسيسة وحوه الرأي معاد بن الجبل محنا بيقولها أتدري ما حق الله على العباد ما قرميسة وكلمة التوحيد إلهي حق يسوه مضان نتسكته عدالة تاسا وقوه الرئيسة قفك هدون قمركو تشوغي إلهي حقوق دي سيسوغي الراعي الرمي إلهي وسوغي قفك الظلميين ويضل الله الظالمين بإلهه كوا سواها بابا يعني ويفعل الله ما يشاء أيها الإخوة مركا حديث كان دمت أن عاوك لي وحويا يعني نيدا قوصني تدب دنبا نصر جي إلهي حقوك مقيم بل وحن دوني دا كدع يدي ما القستو دوني دا يكتب مسلم العذاب يا يا من الله الدلة يا يا من الله قتشقا قصينا يا يا تماسا وركصات شدة بلاي وشيء يا وحنو دمو امتحانات waxay u dhaceen inaga wixii la inaga rabay la iman kari weynay waxay noo badanay cideena wax la timaada fardu caynka la timaada furuud kifaaya lil umma wal maghayyi inta noo badan ba salaad iyo zakay inta ku dadaasha mararka qaar kood iyo dhulalka qaar koodna inta tukata inta antu kan baba ka badan inta tukata magaalooyin ka qaar kood ba tagaysa inta tukata inta antu kan ay badantay oo manasar ay helayaan marka حتى فروض الأعيان كيها الدين لوايو انت سكب حسيا انت عم بحين هداي بضاطين انت سكب حبي انت صومني انت صومني هداي بضاطين انت صومني وفروض الأعيان كوها فروض العين كمركة تكتم هدنا كأمة وحي اللي ينوبر ربي ومدى مسلمين وواجب سارن لما انت أقون هدايتي هم هدايتي جهاد هدايتي الدولة دماء هدايتي وحي ومدى اي وحس كقال لحين لأي أدال قولي صميصر إلهي وأنا ودا أبوك يرينا نقول كل جوي عيد والبا لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت عرك اللي جاي وح والبا لا تصي أي اللي جاي هذا نقالك بحصاده هو يجرو ذو هالكاميرا وحاصة تدبير وسمية وحني وال التشريع نقل لي نوجي ديني إلهي هو أودا كن فيكون ندوني ده إلها قالوا مرة أو مرة مسلم هو حوجي يسوع الله يداه حوجي يسوع إلهي هو أودا لكن إلهي هو حوري سبحانه وتعالى وح أن ضاني إن أنا ذكر إذا نتحاب أما قال يدف تدع سيا وحى ما لم ما نقول تلا قال أن تك حسابي بين هيدا آخر ما هلين لا يدها دان أول خراب عد ولي بوحي جيستان حسابنا يا قف والبنا والوأب المرن يوح الشقيستي أما نحن إن إنه أينه يا إن إنه قوصنا يا إن إنه برور ديقنا مدنا ما حوالين إن إنه واجبات كأنه صارا فلنه ظرف كستاين لنا والله واجب نوع بين صارين نوع سمين على قدر الاستطاعة والقدرة إن نكون قدنا إن أدمرنا بقوصني إلهي سقى بلن قادة إن دكروا هيلين أيوه
هدي أيجو طريق مران حين هو بهن مركا دين تأين إنه كده إنه 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 قطه دك ودادنا وحلاقة يا بابا معرفة بدن والله بتصدين كده جانو علمي بادي 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 ما في فائدة هدو بطبطو عنو نلاش وحبك الجليني عمدوا نين يسكبد دايين حق سبوي وشي سنة وحن مهم كي وحويان إنه مسلم نمدي إن عندي بقول نقلنا وورها النبي محمد نوش جاء عليه الصلاة والسلام اللي لي هداد إلهينا الرب إن ما وقرت نبي محمد الرسول اللي ما وقرت سلام نمدا الدين وقول قنت لغوب بلن قاضي إن الجنة جليس النبي محمد قعنتك وقمانيا إن إلهي واجب سكجي علينا كرر لجليه لغوب بلن قاضي إيمان كدد كيس إن أدهليسه إن نتجابنا إن قف ولا بحقيقنا مسؤولية قدر كقصارنا الحقيقة برجاك مسؤولية بكاسارا حقوق دي سحقيقة عرورة مسؤولية بكاسارا سلامة مسؤولية بكاسارا بلشاهان مسؤولية بكاسارا كلمة دي دو حقوق قوام تمركا وردني هذا الأفلاق يرى هذا ما هم واردقا للا يماد مركاس وحان فائز كلمة الرضا بلا تلم وحان إله الرالك أغن وضي ماها أفكا إلهي قلبك أقول دالعاني أنا دو حرار لك تهيينات كاهين إذن أيها الإخوة وحنك على استعاوة كلمة دا إنو صرنا نيوغود دم بحسين إنو غطينا ندن حصوصي هل كا حديث النبي محمد كتك عليه الصلاة والسلام إشيقية إنو إلهينا رب نمو آمنه محمدنا الرسول لمو آمنه عليه الصلاة والسلام سلام نمدن الدين وقل لغنه صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.